السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق ترضاه عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله المتصلين بسيدنا عمر بن الخطاب ترضى وكان الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثالث لسيدنا عثمان بن أربع ترضى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الرابع لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، ولفرائض مؤدين، وللصلاة حافظين، وللزكاة فاعلين، ولما عندك طالبين، ولعفوك راضين، وعن اللغو معرضين، وفي الدنيا زاهدين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم أعنا على الصلاة، وأعنا على القيام، وأعنا على الصيام. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وكان فيها من الفائزين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم سامحنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك يا كريم. اللهم ايدهم ببلد من عندك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.